أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن قول بعض الناس يا هادي يا دليل. هذا عادة عند الناس ولا أعرف لها أصل. الهادي هذا من أسماء الله عز وجل، وأما الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل. الدليل لا أعرف أنه من أسماء الله، لكن الله يدل على الصراط المستقيم، يدل ويهدي سبحانه وتعالى. أما أن يقال الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل.